بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثاني من الفصل الخامس لمقرر نظم التشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه السوابنج. سوابنج يعني التبديل. تبديل مين بمين؟ التبديل بيتم إزاي؟ تعال نشوف مع بعض. هنعرف الكلام ده بمثال قدامنا موجود جاهز. المثال بيقول إيه؟ بيقول لو أنا بفرض إن أنا عندي المينيموم الذاكرة الرئيسية، وعندي ما يسمى بالباكينج ستور اللي هو ايه؟ ها؟ مكان للتخزين، ولنفترض ان هو الهارد ديسك على سبيل المثال. الهارد ديسك. معايا؟ طيب، عملية السوابنج بتتم امتى؟ بتتم ما بين اتنين بروسيس يا جماعة. ما بين بروسيس موجودة في الميموري وبروسيس موجودة في الباكينج ستور، بيبدلوا الأماكن مع بعض، تبديل ده بيدخل مكان ده. ليه؟ بفرض مثلا ان بروسيس بي 2 وليكن على سبيل المثال بروسيس لها أولوية وعايزة تتنفذ دلوقتي حالا، وعايز يدخل في الذاكره ومش لاقيه مكان، ايه اللي يحصل؟ ممكن اخرج هنا البروسيس بي واحد، اخرجها من الذاكره وتخرج. ليه بروسيس بي واحد يا جماعه تخرج؟ ممكن يكون مثلا وقتها خلص، ممكن مثلا على سبيل المثال تكون ان اكتف مش نشطه، ممكن تكون منتظره الانبوت او اوتبوت. معايا يا جماعه؟ فاذا في الحاله دي بيحصل لها ما يسمى بالسواب او الخروج، وتقعد في الباكنج ستور لفتره مؤقته. طيب عملية دخول بروسيس تانية مكانها اسمها ايه؟ اسمها سواب ان، ها؟ يعني الدخول، دخول عند مين؟ عند الذاكرة حتى يتم العمل عليها، تبقى اندر اكسكيوشن. جميل. اذا يا شباب عملية السوابنج هي عملية تبديل ما بين بروسيس والتانية، ما بين المين ميموري والباكنج ستور. العملية دي اسمها سواب ان سواب اوت. جميل. تمام؟ طيب تعال نشوف الكلام ده مع بعض. بيقول لك ان البروسيس نيدز تو بي ان ميموري تو بي اكسكيوتد. احنا خلي بالك، احنا يهمنا ان البروسيس تدخل جوه الميموري عشان يحصل لها اكسكيوتد. معايا؟ طيب وايه هو هنا شارح العمل اللي احنا قلنا دلوقتي يا جماعه، ان احنا في بعض الاحيان نلجا لخروج بروسيس وتقعد في الباكنج ستور، وندخل البروسيس الثانيه ايه مكان. هنا بيقول لك طب السوابنج اكزامبل، مثال للسوابنج، ممكن بروسيس يحصل لها تايم اوت، تخلص خلاص انتهت، او بلوك فينيشنج، فاذا يحصل لها ايه؟ سواب ات اوت، بيحصل لها خروج وتروح لمين؟ للديسك. وفي سواب ان بيحصل لمين يا جماعه؟ للبروسيس اللي موجوده في الديسك تدخل تاني عشان تقعد في الذاكره عشان تتنفس. معايا؟ وبيحصل عمليه تبديل ما بين التو بروسيس وبعضها البعض. العمليه دي ممكن كمان نطلق عليها كلمه رول اوت رول ان، خروج وايه؟ والدخول. طب في سؤال مهم هنا لازم نساله، تسواب اور نوت تسواب، يعني ايه؟ يعني تفتكر نظام التشغيل يقوم بعمليه السواب ولا ما يقومش بيها؟ تفتكر الاجابه ايه؟ فكر كده، تسواب اور نوت تسواب. صح، كلامك مظبوط، على حسب النظام يا جماعه. تمام. افرض النظام ها محتاج فعلا دايما عمليه تبديل، ليه؟ ممكن يكون في بروسيس لها اولويه عايزه تدخل دلوقتي حالا، يبقى يحصل سوابنج، مش كده؟ طب افرض بروسيس على سبيل المثال لا يعني مش مهم دلوقتي تدخل، مش كريتيكال تاسك، يبقى عامل سوابنج ليه؟ مش كده؟ ليه؟ خاصة كمان إن عملية السوابنج ديت الانتقال من مكان لمكان تاني والتباديل اللي بتتم دي بتحتاج ما يسمى بالكونتكست سويتش، يعني فترة انتقال ما بين بروسيس لبروسيس تانية. الكونتكست سويتش ده يا جماعة كمان تضييع للوقت وكوست ومكلف، فأقوم بيه ليه؟ إذا على حسب النظام اللي أنا إيه؟ اللي أنا محتاجه. مش كده؟ طب نقرا الكلمتين دول مع بعض. بيقول لك ايه؟ فيو اوبريتنج سيستم، بعض الانظمه الاوبريتنج سيستم القليله يوز ستاندرد سوابنج، بتعمل سوابنج. ليه يا جماعه؟ ها؟ لان الكونتكست سويتش تايم دوت خلي بالك تو كوستلي، مكلف جدا، فاذا انظمه قليله اللي بتعمل ستاندرد سوابنج، ايه سوابنج بصوره ستاندرد. طيب خلي بالك بقى يا جماعه كمان، احنا عايزين ندي مثال بسيط قوي. خلي بالك لو في نيو بروسيس از لودد لكن انسفيشنت ان ميموري، يعني مفيش مكان كامل للذاكره، ممكن اعمل سواب اوت لاولد بروسيس. ها ايوه، اخرج واحده وادخل دي مكانها. العمليه ديت يا جماعه ممكن نقول ان احنا بنقرر خروج واحده ودخول البروسيس الثانيه. طبعا احنا فهمنا الكلام ده من الشرح اللي فات. معايا؟ طيب ممكن كمان يا جماعه في حته صغيره وهناخدها فيما بعد ان شاء الله، ان احنا ممكن ندمج عمليه السوابنج بعمليه ثانيه، عمليات تانية أخرى زي عملية إيه؟ السيجمنتيشن أو التجزئة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.